عمل دعم لمصر من الأشقاء في الخليج للمشتقات البترولية وأموال سائلة. لو ما كانتش الأموال دي والدعم ده موجود، الدولة دي ما كانتش هتكمل، ما كانتش هتكمل. وأنا لما بقول كده بعترف بفضل الناس. الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها. We'll be right back.